إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمي عبد الله ورسوله وحبيبه من خلقه سبحانه صلى الله عليه وسلم. وهلي وأرحب بأبنائي الطلبة والطالبات في المحاضرة السابعة من مقرر الفكر الإداري في الإسلام. في هذه المحاضرة سنتكلم بمعلومات كثيرة قليلا، يعني أكثر من المحاضرات السابقة. سنتكلم في هذا اليوم عن طبيعة تكوين المنظمة. أتى الإسلام بأعظم تكوين للحياة البشرية، سواء في المنشآت أو المنظمات أو في السياسات العامة أو في أي عمل كان، وتابعه بذلك علماء الإدارة في العصور الحديثة من عام 1800 وقليل إلى الآن، فأخبروا أنهم أتوا بهذا التنظيم، وأنما هذا التنظيم أتى به الإسلام قبل 1400 سنة. أول مبدأ نتكلم فيه هو التدرج الرئاسي أو التدرج الهرمي. فأول من أتى بالتدرج الهرمي والتنظيم الهيكلي هو الإسلام، فأخبرنا الإسلام قبل 1400 سنة أن هنالك تدرج وأن هنالك اختلاف، ودليل التدرج كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأتى الإسلام بالتدرج الهرمي النازل، فكل راع مسؤول عن رعيته، فلا يمكن قلب هذا الأمر، فبالتالي يتضح عظم كذبة الديمقراطية والقائلين بالديمقراطية، وهي حكم الشعب بالشعب أو حكم المنظمة بالأكثرية أو بالجماعة، وهذه كذبة عظيمة مخالفة لأساس التكوين. الإسلام لما أتى بفكرة التكوين الرئاسي دمر بذلك الإسلام المقولة والكذبة الكبيرة التي ابتليت بها البشرية من ضمن كذبات كثيرة، ومنها وهي مسمى المساواة. فالإسلام يخبرنا أنه أن الله عز وجل لم يخلق الدنيا على المساواة، بل خلقها على الاختلاف، وخلقها سبحانه على التمايز والتمايز والأفضلية والتفاضل. فلا يمكن أن نذهب إلى الصحراء ونأتي بحجرين متساويين متماثلين، ولا نأتي بكائن بشري كائنين بشريين متساويين متماثلين، حتى التوائم يختلف في كثير من الأشياء، ظاهرها البصمة وخفيها ما هو موجود في أحماضهم، حمض الدي ان اي والجينات المركبة في داخل هذه التوائم والأمور الكثيرة. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فليس هنالك في هذا خلاف أن البشر ليس متساويا، ساوانا الله عز وجل في التكليف وساوانا الله عز وجل في العقوبة، ولكن يختلف مقياس الحساب بين كل كائنين، فكل محاسب على قدر تكليفه. فكما يميز الله عز وجل بين عقولنا فسيحاسبنا على مقدار هذه العقول. ولكن عندما قال لنكون مسلمين أخبرنا بالإسلام، ولكن كيف سنمارس هذا الإسلام؟ لما أخبرنا سبحانه وتعالى بالامتناع عن الذنوب، فأعطى كل واحد قدرا من الشهوة البشرية ومن الرغبة البشرية ومن العقل البشري، فكل بامتناعه عن هذه المعصية حسب ما ميزه الله عز وجل عن الآخر، فحسب ما ميزك سبحانك سيجازيك ويحاسبك. يقول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبالتالي نخلص مما ذكرنا أن التوجيه الإسلامي في الفكر الجماعة أو في الفكر
المنظمات والمنشآت الجماعية فكر هرمي، فكر فيه تدرج رئاسي، والتدرج إنما يكون على مجال الوظيفة والوظائف والحرف والمكانة في المجتمع. وما ميز الله عز وجل بعضنا بعضا بالرزق بالحصول على مال أو مكانة أو علم أو عمل. فالإسلام أول من أكد على قاعدة الأجر المساوي للعمل، فعلى مقدار عملك لا بد أن تحصل على أجر مساوي له. فأخبر سبحانه وتعالى قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال الله عز وجل: وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكان الإسلام أول من قال بفكر أو بقاعدة العمل المساوي للأجر، فلا ننقص الأجر عن مقدار العمل ولا نزيد العمل على مقدار الأجر. فلما كان التدرج في العمل مقرورا بالعلم مقرون بالوظيفة والوظيفة مقرونة بالعلم، فالعلم حق مشروع في الشريعة الإسلامية لكل إنسان يريد أن يتعلم، فلا مجال لتقنين هذا العلم لفئة معينة أو طائفة معينة أو لأصحاب مكانة أو نفوذ معينين، فالعلم في الشريعة الإسلامية مكفول للجميع. نأتي بعد ذلك إلى مفهوم السلطة والمسؤولية، وأول من قال بهذا المفهوم هو رب العباد سبحانه وتعالى، وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فنأتي أولا إلى فهم معنى السلطة ومعنى المسؤولية. فالسلطة هي القدرة على اتخاذ القرار الملزم، فهي فلما أقول أنا لدي سلطة يعني أن الناس الذين يعملون معي أو من هم تحت إمرتي في التكوين الهرمي أن لي عليهم قرارا ألزمهم بما أشاء من أعمال في الإدارة. مثلا لما أكون أنا مدير قسم المبيعات وعندي مثلا مندوبي المبيعات، فالفكر الموجود عندي والطريقة التي أريد أن أقوم فيها أو أن أريدهم أن يعملوا بها، فأتخذ قرارا بسلوك طريقة معينة أو أسلوب معين، فأنا ملزم لهم بمتابعة هذا الأسلوب، لا يستطيع مخالفتي. والمسؤولية تحملي لعاقبة هذا القرار الذي أخذته. فالسلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، فعلى قدر سلطتي تكون قدر مسؤوليتي. فعندما أخذ القرار بشرب هذا الكأس من الماء فمسؤوليتي هي عن نتيجة شرب هذا الماء. مثال: عندما يأتي مدير قسم معين في المنظمة ويأخذ قرارا فينعكس هذا القرار سلبا على هذا القسم، فنأتي ونقول: هل هو مسؤول عن الضرر الذي لحق بالقسم أو عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة كلها؟ لأن المؤسسة لها مديرين آخرين، فنقول أنه مسؤول عن الضرر الذي ارتبط باتخاذ قراره. فإذا كان قراره حقق ضررا على قسمه فقط فهو مسؤول عنه، وإن تعد الضرر إلى أقسام أخرى فهو أيضا مسؤول عنه. فهذا معنى السلطة والمسؤولية. فالإسلام لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فالإسلام لم يستخدم لفظ السلطة مباشرة، لأن لفظ السلطة قد يوحي أحيانا بنزعة من التحكم والتسلط والجبروت والظلم للآخرين. فما أتى فيها الإسلام مباشرة بمسمى السلطة. فالمسؤولية هي تحمل المحاسبة على كما أخبرنا تحمل المحاسبة على اتخاذك للقرارات الملزمة للآخرين. والمسؤولية في الإسلام لا تنحصر فقط على الأعمال
التي يقوم فيها الإنسان على في دنياه على بنشاط مثلا بدني فقط، ولكن أيضا تشمل في الإسلام أكثر من ذلك بما تسمع وترى وتلمس وتشم وكل شيء في حياتك ستحاسب عليه. فعندما أكون في إدارتي وأرى منكرا أو عملا خاطئا فأقول لا، لم يأتني فيه أمر أو قرار رسمي أو شيء، فأنا مسؤول عن ذلك. فيقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبهذا يتحقق مفهوم السلطة والمسؤولية في الحياة الدنيوية في المنظوم في المنظور الإداري وفي المنظور منظور الحياة كاملة. أيضا الترابط الاجتماعي، الإسلام عزز الترابط الاجتماعي بين أفراد الوحدة الواحدة والمنشأة الواحدة، وعزز الترابط الاجتماعي بين أفراد البلد الواحد، والترابط الاجتماعي بين أفراد الإقليم الواحد، والترابط الاجتماعي بين أفراد الأمة ككل. فالإسلام لا يحصر الترابط على شخص أو شخصين أو على مسؤول أو مسؤولين أو جهة أو جهتين، بل على جميع من هو موجود في هذه الأمة الإسلامية. وبالتالي فالإسلام ينمي روح فريق العمل بمعنى آخر. فالإسلام يأمر بوحدة الصف وينهى عن التفرق، فيقول الله عز وجل من قائل حكيمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهى عن الفرقة وينهى عن الخروج عن الجماعة، وأخبر أن من خرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وكل ذلك لأن الإسلام يدعو إلى الوحدة وينبذ التفرق، لأن التفرق يسهل تغلغل الأعداء في الأمة. وبالتالي إذا كان هنالك، أن ننظر إلى منظور إداري، إذا كان هنالك تفرق عدم ألفة في الجماعة في المنظمة وفي المنشأة، فبالتالي يمكن تفكيكها وتدميرها من الداخل بدخول الشركات المنافسة أو المنظمات المنافسة أو الجهات الأخرى، فيستطيع أن يخترق هذه المنظمة، وبالتالي سيؤدي بهذه المنظمة أو بهذا العمل الإداري إلى الفشل وإلى الدمار وإلى الانتهاء. الإسلام يأمر بتبادل المشورة. لماذا؟ لأن تبادل المشورة وأخذ رأي الآخرين يؤدي إلى تعزيز القدرة على اتخاذ القرار، على توفير بدائل كثيرة، يجعل هنالك طرق للتصرف أكثر مما قد يفهمه الشخص الواحد أو المدير الواحد. أيضا الشورى يؤدي إلى التآلف، يؤدي إلى توحيد الجهود، يؤدي إلى القبول في العمل وفي اتخاذ القرار، يؤدي إلى رفع الروح المعنوية أيضا لدى العاملين، يجعلهم يشعروا أنهم كتلة من هذا الكيان الإداري أو هذا الكيان الموجود في هذه الأمة، فيكون وحدة واحدة. فالشورى أدعى إلى أن تكون الأمة أكثر تماسكا وأكثر ترابطا، والشورى مقرونة في أصحاب القرار أو من لهم القدرة على التفكير واتخاذ أو بإعطاء المشورة الناصحة، لأن بعض الناس لا يملك هذه القدرة فيأتي بآراء قد تدمر الآخرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. ويقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ويقول سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. نأتي بعد ذلك إلى موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو موضوع الرقابة. وموضوع الرقابة في الإدارة هو من أعظم أو من أهم الأفكار الإدارية التي تسعى إلى تحقيق الهدف المنشود من العملية الإدارية. فبدون الرقابة لن نستطيع أن نقوم بعملنا على الوجه الأكمل، سيتفلت العمل منا، سيؤدي إلى ضرر، سيؤدي إلى تدمير في منظومة العمل. فلا بد من الرقابة لتحقيق الإنجاز.
أولا نتحدث عن الرقابة الذاتية، والرقابة الذاتية هي أعظم مفهوم أتى به الإسلام، والرقابة الذاتية هي الطريقة الوحيدة لحل جميع مشاكل الفكر الإداري وجميع مشاكل الإدارة الموجودة بجميع الأمراض الإدارية، من محسوبية، من رشوة، من تسيب، من غياب، من عدم أداء، من إهمال، من إلى آخر المشاكل الإدارية الموجودة. ما معنى الرقابة الذاتية؟ سأعطيكم المعنى بمثال، مثال بسيط، وأظني قد سبق وأني ذكرت في إحدى الحلقات السابقة إن لم أكن نسيت ذلك. مثال ذلك أنك لما تكون صائم فأنت تؤدي شعيرة من شعائر الإسلام، الركن الرابع في أركان الإسلام الصيام، صوم شهر رمضان، فتجتمع مع أصحابك أو أهل بيتك أو من كان، فأنت صائم وهو صائم، فكلكم يمتنع عن الأكل والشرب بحكم هذا الصيام. فعندما تدخل غرفتك وتقفل الباب فعندك الأكل والشرب وعندك ما تشتهي، فلماذا لا تأكل ولماذا لا تشرب؟ لأن هنالك في داخلك رقابة ذاتية للإله، بأن الإله أمرك سبحانه وتعالى بالقيام بهذه الشعيرة وبهذه الفريضة، فبالتالي لديك رقابة ذاتية في داخلك تمنعك من الأكل والشرب. فهذا معنى الرقابة الذاتية، حبس الذات ومنعها عن القيام بما نهى الله عز وجل عنه والقيام بما أمر الله به. فإذا أنت عززت هذا الأمر، امتنعت عن الرشوة لأن الله حرمها فقال لعن الله الراشي والمرتشي، امتنعت عن المحسوبية، امتنعت عن تميع العمل، عن السرقة، عن الكذب، التزمت بالإخلاص، التزمت بالوفاء، التزمت بالأداء السليم، التزمت بأمور كثيرة، كل هذه الأمور مدارها على الرقابة التلقائية. ومن الرقابة الذاتية أيضا يا شباب الأمر بالمعروف، شباب وشابات حتى لا أخطئ، الأمر معروف والنهي عن المنكر، النصيحة، إصداء النصيحة للأمر للآخرين. يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالإسلام أمرنا في جانب المعروف أن نكون مصلحين، وما كان ربك بأخذ القرى وأهلها مصلحون، فلا نكون صالحين في أنفسنا فقط ولا لشغل في الناس، لا، نكون إحنا صالحين ومصلحين. والإسلام أمرنا إذا ابتلينا بالفساد أن نكون فاسدين لا مفسدين. أشرب الخمر، إذن لا أتمناه لغيري، أنا أصلي أتمنى غيري أن يصلي. فهذه النقطة مهمة، أن تكون مصلحا لا صالحا، لأن المصلح أكثر من الصلاح، وأن تكون فاسدا لا مفسدا، لأن الفاسد أقل درجة من الإفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويحذر الله سبحانه وتعالى من عقوبة ترك المنكر والسكوت عنه، قال الله عز وجل: عن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالرقابة الذاتية من أهم المفاهيم الإسلامية التي أتى بها الفكر الإسلامي السوي، وإذا طبقت في الفكر الإداري أزالت جميع مشاكله. أيضا متابعة الإنجاز، فالإسلام يقرر مبدأ مسؤولية الشخص عن أعماله، فالمفروض أن كل شخص يتابع أعماله لأنه مسؤول عنها. فما كما أنت تصلي وتصوم وتطيع الله عز وجل في جانب العمل الديني وفروضك وعقيدتك، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأعمال، فبالتالي مسؤولية إنجازك أو متابعة إنجازك أنك تدخل الجنة أو النار، ستنال رضا الله عز وجل أو غضب الله عز وجل. أيضا في جانب الدنيا،
إذا طبقناه على مبدأ الدنيا فأنت مسؤول عن متابعة أعمالك وإنجاز أعمالك. فعندما تأتي لك إذا كنت مثلا في وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة وتأتي لك معاملة ما عمل للآخرين لإنجازه فأنت مسؤول عن إنجاز هذا العمل، فلا بد أن تتابع، لا تقول أنها خرجت من عندي ولا وليس لي داعٍ فيها. فعندما تكون عندك مثلا المعاملة على وجه صحيح ثم يأتي من يفسد هذه المعاملة فيأتيك صاحب الحق ويشكو عندك فتقول والله أنا قمت بما علي ولا لي شغل في الآخرين، هذا ليس صحيح في علم الإدارة وليس صحيح أمام الله عز وجل. فلا بد عليك من متابعة إنجازك لأنك في هذه الدنيا وفي الآخرة مسؤول عن متابعة الإنجاز. أيضا المعايير والضوابط المهمة للرقابة في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل لما خلق الدنيا يستطيع سبحانه وتعالى أن يخلق بين كاف ونون، فلما خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام فيقول وخلق في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فبما يدل ذلك أن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أهمية الضوابط والمقاييس. فيخبر الله عز وجل فيقول سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول إن كل شيء خلقناه بقدر. فهنالك أمر مهم في الرقابة ومقاييسها ومعاييرها وضوابطها في الجانب الديني قبل أن يكون في الجانب الدنيوي، فلا بد أن يكون هنالك ضابط ومعيار للعمل، فلا بد أن يكون هنالك أيضا تقنين للجانب الرقابي، فلا بد أن نضع عملنا بمقاييس وبمعايير نستطيع أن نضبط فيها إنجازنا. فلما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ركعات السنة في اليوم الواحد بأن 12 ركعة ويعطينا جزاءها، فلما يخبرنا بالعدد 12 حتى نضبط أدائنا في السنة. لما يخبرنا بأن صلاة الظهر 4 ركعات ما يستطيع ما يقوم الإنسان أن يصلي بما شاء أو يقصر العدد عن شاء، فكل شيء هذا معيار وضابط لرقابتك لما تعمله وما تقوم به في العمل. فهذا ينعكس على العمل الإداري أيضا، أي عمل إداري ليس فيه مقياس ومعيار للرقابة لا نستطيع أن نقيس عليه، لم نضع معايير ولم نضع مقاييس فإنه فاشل تماما. الله عز وجل حتى يضبطنا في هذه المسألة ويخبرنا أنه ضابط لكل شيء في هذا جعل عندنا أو علينا كتبة يحصون علينا حسناتنا وسيئاتنا، فلما نأتي يوم القيامة تفتح الصحائف ونقرأ أعمالنا وعندهم بذلك الشهود علينا من أعضائنا، ففي كتاب كل شيء مسجل. فيقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإسلام قبل 1400 سنة أتى بهذه المعايير وهذه الضوابط، أتى بهذه القيم التي تطبق الآن في الفكر الإداري الموجود بشكل ناقص تطبق. ولو استقرأنا ديننا وفكرنا الإسلامي لوجدناها كاملة مكتملة فيه، ولوصلنا بالتنظيم الإداري والعمل الإداري إلى أعلى درجات النجاح. لا أحب الإطالة عليكم، فأختم بالصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.